السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج العذراء. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج العذراء، ركز كويس جدا في قراءتك واللي ينطبق عليك تنزل تقولهولي في الكومنتات. ان شاء الله باذن الله يكون عندك تحقيق اهداف واحلام جميله. اهم حاجه في قراءتنا التركيز، وان انت تقول لي اللي ينطبق عليك وما تبخلش عليا باللايك، ونصلي على الحبيب ونشوف مع بعض ايه الاخبار. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. مش هقول لك بقى طاقتك عاليه، ولا هقول لك روحانياتك عاليه، ولا هقول لك ايه اللي بتفكر فيه حاليا، بس هقول لك ان انت اليومين دول زعلان على فراق الشريك، زعلان قوي على فراق الشريك، او زعلان قوي ان في تجاهل كبير بينك وما بين الشريك. شايلين هم الدنيا كلها على كتفكم، بس باذن الله في طاقة فرح، في خطوبة، في زواج، في طاقة عامة. مشاكلك ما بتجيش غير من الاهل، الاهل لا اما طمعانين فيك، لا اما عايزين يستلفوا منك، لا اما في حاجه بينك وما بين الاهل. الراحه بتاعتكم دايما بتجيلكم من قله الاكل. في كمان هنا يعني صحتكم في النازل، الراحه يعني مش عارفين ترتاحوا، صحتكم مش اخده حقها، نومكم مش اخد حقه، طاقتكم خلصانه. ده كله ليه؟ من المشاكل اللي انتوا فيها. طيب اول حاجه بقى نتكلم فيها الايجابيات، في مشروع انتوا داخلين فيه، المشروع اللي انتوا داخلين فيه ده هينجح وهيكبر وهتحققوا من خلاله كل اللي انتوا عايزينه باذن الله. بس ابعد عن اي طاقات سلبيه، فبفضل ربنا هترفعوا، هتكونوا واصلين في قمه العليا وهتوصلوا للهدف. انتوا يعني انتوا حاليا بتدوروا على الاحتواء، بتدوروا على الحب، بتدوروا على الاستقرار، بتدوروا على الحاجات الرومانسيه. معروف ان انتوا من الاشخاص الرومانسيه، من الاشخاص اللي بتحب الحياه، من الاشخاص البسيطه قوي، وحرفيا عايزين يهادوا حد تليفون او يهادوا حد هديه، ففي هديه عندكم بتدبروها لحد. راسكم دايما مرفوعه، مرفوع دايما، راسكم مرفوعه، رافعين راسكم على طول، مش مغرورين ولا تكبر، بس دايما بتحبوا تعالجوا نفسكم بنفسكم، وما تحبوش تستلفوا حاجه من حد ولا تاخدوا من حاجه من حد، بتتوكلوا دايما على رب الكريم. وما تزعلوش مني ان اقول لكم ان اهلكم مش مبطلين كلام، اهلكم بينكم وما بينه توتر، بينكم وبين الاهل شويه خلافات، وان شاء الله باذن الله كمان ممكن الامور ترجع زي ما كانت، بس خلوا بالكم كويس جدا. دايما حاسين انه في وجع في رجليكم، وجع في المعده، اكتر شكوى بتشكو منها وجع في المعده ووجع في الرجلين. في كمان هنا راحه، علشان هتعالجوا اللي انتوا فيه، انتوا بتحبوا تعالجوا نفسكم بنفسكم، فان شاء الله باذن الله كمان الفتره اللي جايه هيكون في راحه حلوه جدا. كمان انتوا تعبتوا من الغدر، من الحسد، في بنوته عندكم تعبانه، ممكن ما تكونش تعبانه جسميا بس تعبانه نفسيا، ودماغكم مشغول بيها وبتفكروا فيها باي طريقه، رغم ان انتوا بتعملوا الخير لكل الناس وقدمتوا كل مشاء جميل، بس ما بتلاقوش غير الخذلان والصدمات ونكارين الجميل. ليه؟ علشان هم صنفهم كده. ما تستنوش حاجه من حد يكون يعني هو اصلا مش كويس. في كمان هنا الفتره دي ممكن يكون اوراق محكمه او اوراق هتطمنك الفتره اللي جايه، او رجوع حق ورق ليكم انتوا الله اعلم، بس الفتره اللي جايه دي هيكون في طاقات عامه. الحسد، بصوا الحسد، الحسد واخد جزء كبير قوي في حياتكم. الحسد ده هو اللي مسبب لكم كل اللي انتوا فيه، اللي انتوا فيه بتعانوا منه، من الضغوط النفسيه، بتعانوا من كسر الخاطر، يعني انتوا خاطركم مكسور، رغم ان انتوا بتحبوا تفعلوا الخير معاهم بس خاطركم مكسور. في كمان هنا برضو انا عايزه اتكلم بالعام، الجيران عندكم حاطينكم في دماغهم، ليه فلانه راحت، فلانه جات، فلان جه، فلان راح، وانتم من النوع اللي هم نزيهين شويه، بتحبوا النزاهه قوي، بتحبوا التغيير قوي، بتحبوا الحياه الجميله والهاديه، فواخدين دايما العين بتيجي في الوقت المناسب في التكه الصح، فخلوا بالكم من الحته دي. اليومين دول برضو حاسين بتربيط، في تربيط في تفكير، يعني مش عارفين حتى تفكروا ان انتوا تاخدوا القرار الصح، تفكير رهيب عندكم. في كمان هنا تحية كبيرة
او يعني تحية، ترقية، حد هيطبطب عليكم، حد هيقف جنبكم. انتوا دايما بتعرفوا تقنعوا الشخص اللي قدامكم، او بتعرفوا تقنعوا الناس اللي قدامكم. اسلوبكم جميل جدا، وعشان كده البعض منكم ممكن يكون شغال في محاماة، شغال في عقارات، دايما بتشتغلوا في شغلانة تليق بيكم، ما بتشتغلوش في اي حاجة، في شغلانة بتليق بيكم وبتليق بتفكيركم، بتليق بحياتكم بالكامل. فعشان كده دايما في توفيق عندكم، وبقالكم فترة منتظرين عمل او منتظرين حاجة من بره، ممكن يكون مستنيين شغل جديد من بره، مستنيين عقد عمل، سفر، الله اعلم. انتوا بتفكروا في حاجات كتيرة جدا، واكتر حاجة حرفيا اليومين دول انتوا اتغيرتوا هي احساسكم بالناس، يعني ما بقيتوش زي الاول. وبقدر المستطاع برضو بتحاولوا تهدوا اعصابكم، ودايما تستحيلوا بالصبر، عشان خاطر مش عايزين ابدا العصبية الزايدة. هتقولوا العصبية مش هتجيب لنا اي حاجة غير الوجع القلب. انتوا جوه قلبكم طيبة وحنية، انتوا مساكين بمعنى الكلمة، وعشان كده دايما مظلومين ومقهورين، بس بإذن الله ربنا هيبعت لكم الفرح في الوقت المناسب. انتوا عندكم طاقة انتظار طفل جديد، طاقة انتظار اخبار حلوة، الله اعلم، بس في طاقات كده انتظار. عندك اسئلة كتير ومستني تقعد مع حد ياخدك في حضنه ويطبطب عليه ويقولك ايه اللي ممكن يحصل. كل يوم الاشتياق واللهفة عندكم بتزيد، كل يوم الحب عندكم بيكون عالي، حب كده اشتياق. بس برضو عايز اقول لكم انه في حاجات بتحصل معاكم غريبة، بتيجي كده بداية الشهر اخر الشهر في حاجات بتحصل رهيبة عندكم، وجع في الجسم، تكتيف، كتلة كده، غيمة، صداع، ارهاق، مالكمش نفس تعملوا اي حاجة. في شوية اعراض بتحصل معاكم مضايقاكم الفترة دي. طيب الفترة دي قولولي انتوا ناويين ايه الحاجة اللي ليها كام يوم بالظبط شاغلة بالكم وعايزين تعملوها، بس خايفين، يعني خايفين قوي، او انتوا بتحاولوا تاخدوا حذركم من الطاقات دي. فعايزة اقول لكم على هدف بإذن الله، الهدف اللي جاي ده هيتحققوا منه نجاح حلو قوي بسم الله، كمان ما شاء الله عليكم. رغم ان اليومين دول بتستغفروا عن اي ذنب عملتوه وعايزين تعملوا حاجات جديدة، بس انتوا منطلقين، انتوا ماشيين على طول، وما بقاش يفرق معاكم كلام الناس، ما بقاش يفرق معاكم اي كلمة فيها ممكن اهانة او تضايقكم. حاطين هدفكم وحاطين حياتكم قدامكم، وبتقولوا احنا هنشتغل على النقطة دي وهي وما فيش غيرها. ففي شخص عندكم بيحاول ان هو يستغل منكم حاجات كتيرة، بس انتوا واثقين في الهدف، واثقين في الحل، ما بقيتوش تفكروا في ماضي، ما بقيتوش تفكروا في جرح، ما بقيتوش تفكروا في اي قسرة منهم. دايما اقول لكم الست اللي عامله زي العقربه وبنتها، يعني الست والعقربه اللي في حياتك دول هي وبنتها، ربك هياخد لك حقك في الوقت المناسب. دول عايزين يعضوك، عايزين يكسروك بقدر المستطاع، وعشان كده ممكن تكون اختك وبنتها، فيا ريت تخلي بالك من النقطه دي. انت المشكله السلبيه اللي عندك هم الاهل او هم الاحبه، ممكن يكونوا اهلك او اهل شريك حياتك، اختياراتك بتبقى صعبة شوية. في حد من برج العقرب مش حابب لك الخير، حد من برج العقرب عايز يوقعكم في خطيئة، فخدوا حذركم، خلوا بالكم من البرج العقرب. برج العقرب ممكن يكون عندكم ست العقرب او راجل العقرب، عندكم حد من برج العقرب مش حابب لكم ابدا تكونوا في الطاقة دي، ممكن كمان يكون في مجال عملكم، غيران جوه قلبه، فيه حقد وغل، ومش حابب ابدا ان انت توصل للمكانه دي، فياريت تخلي بالك وما تحطش في بالك الهم الزايد. انت رغم ان انتوا بتدوروا دايما على الامان، بس الهم الزايد واخد جزء كبير في حياتكم، فياريت تخلوا بالكم من الكلام ده، وبلاش تعيشوا في ندم وطاقات سلبيه، لسه الحياه حلوه، والمشروع ده هينجح 100% باذن الله، علشان انتوا ليل ونهار عمالين تشتغلوا عليه، حاطينه قدامكم وعمالين تسعوا بقدر المستطاع عشان توصلوا للهدف. تحصين النفس في أسرع وقت، حصنوا نفسكم في أسرع وقت صبح وليل، ويا ريت القرآن يشتغل في البيت
عشان الايام اللي جايه في ضيوف جايه عندكم، ضيوف هتزور بيتكم، الضيوف دي هيجوا يعني هيبقوا كده حاسين في مفاجاه حلوه هتحصل عندكم في قلب البيت، وهتيجوا تبشروني باذن الله. بس خلوا بالكم. طيب، في حد عندكم بيقول انا تعبت وعمال يصرخ، بيقول انا خلاص ما عادش عندي طاقه في اي حاجه، خلاص ما بقتش عايز اي حاجه من الدنيا غير ربنا يريحني. لا، انتوا كده بتعملوا خطيئه في حياتكم، بتعملوا اكبر خطيئه. ممكن يكون بقالكم اكتر من سنه في طاقه انتظار، بقالكم اكتر من سنه في طاقه حيره وخوف من امركم، خوف من نفسكم انتوا. في شخص عندكم عايز يرجع، الشخص ده عايز يبدأ معاك بداية جديدة، او انتوا قررتوا ان انتوا تبدأوا بداية جديدة في حياتكم. طيب، ليه شايلين الهم؟ شايلين هم كبير وشايلين مشكلة كبيرة برضو. عندكم حد معمول له سحر او جنية عاشقة، او انتوا في حد متسلط عليكم لدرجة بتبقوا واقفين في امان الله، بتحسوا خيال، حد بيكلمكم في حاجة. وفي كمان هنا يعني حد مزيف عمال يوعد فيكم، عمال يتكلم معاكم هو مش حابب الكلام ده. خلوا بالكم انه في علامات بتظهر في جسمكم، العلامات دي يعني مش عارفين تفسروا لها لحد الان، مش عارفين تفسروا العلامات اللي بتحصل دي ليه، بسبب الضغوط اللي عندكم. فخلاص انتوا قررتوا ان انتوا تنسحبوا عن الماضي وترموه ورا ظهركم. اي نعم تعبتوا، بس قررتوا ان انتوا خلاص. ممكن كمان يكون 90% من البعض منكم عنده لمسة عاشقة، اللمسة العاشقة دي هي توقيف الحال، هي اللي موقفة وهي اللي عاملة لكم العراقيل. بلاش تقولوا ان حياتي واقفة ومتلخبطة، اغلب العراقيل اللي عندكم بيكون سببها حاجة. رقوا نفسكم ليل ونهار. الفترة دي انتوا بتحسوا انه في حاجة مش طبيعية او في حاجة غلط. في كمان هنا حسن نية، الحسن النية دي هي اللي هتوقفكم على الأرض الصلبة، حسن النية دي هي اللي هتخليكم تنتصروا، وربنا بإذن الله هيقلبلكم السحر على الساحر. برضو حصل عندكم، ممكن يكون في حاجات اتسرقت منكم، الحاجات دي كانت غالية، يعني انتوا حاسين ان انتوا واقفين حاليا، واقفين على ارض، انتوا واقفين على ارض صلبه، انتوا دايما اصلا ما بتقفوش غير على ارض صلبه، بس باصين للحياه بشكل مختلف، وبتتكلموا مع اهل على ورث او على وخدان حقكم، او انتوا مسلفين حد فلوس وما بيردش عليكم. انتوا لازم تعملوا كذا حاجه، لازم تجددوا، جددوا من نفسكم، جددوا من لبسكم، جددوا من حيطان بيتكم، جددوا بقدر المستطاع، حاولوا تجددوا. وقت ما هتجددوا، وقت ما هتدخلوا الطاقة الإيجابية على بيتكم. وخلوا بالكم إن أنتوا ممكن يكون عندكم تغيير عتبة، أنتوا بقدر المستطاع عايزين تغيروا عتبة الفترة دي. وبلاش الإهمال في الصحة، اهتموا بصحتكم، اهتموا ببشرتكم، اهتموا بشعركم، اهتموا بالمشكلة اللي عايزة تتعالج عندكم، وما ما تأهملوش في نفسكم خالص. في ممكن يكون أطفال تعباكم عندكم الفترة دي. دايما برضو بيظهر لكم أربع حروف، الأربع حروف دول بينكم وما بينهم علاقة. عندكم حرف الألف وحرف النون وحرف اللام وحرف الواو، الأربع حروف دول دايما بيظهر لكم، ودايما مستخبيين أو مداريين كده، ما بيبينوش نفسهم قوي، وما بيحبوش يعملوا الحاجة ويقعدوا يتكلموا عليها، بيحبوا يسكتوا. ممكن يكون عندكم حمى هي سبب المشاكل دي برضو، ورغم كده انتوا بتتنازلوا برضو عن حاجات كتير عندكم. بس في حد توفى عندكم، الحد ده كان عزيز على قلبكم لدرجة ان انتوا كل ما تفتكروا ان في يوم من الايام الاشخاص دول توفوا بتزعلوا قوي، دمعتكم قريبة على خدكم، دمعتكم دايما نازلة، بيصعب عليكم نفسكم قوي، او بيصعب عليكم الاشخاص اللي حواليكم، وانتم من الاشخاص اللي بتتأثروا بأي حاجة. في بنوتة عندكم او واحدة يعني غيرانة منكم في كل حاجة، يعني حقودة،
بمعنى الكلمة، هي بتغير وشايفة ان انتوا احسن منها، فطول ما هي شايفة ان هي احسن، ان يعني ان انتوا احسن، هتبقوا دايما مركزة معاكم في كل حاجة. في حد مسافر، ابن او زوج او حد مسافر، روحكم فيه، روحكم فيه قوي، بتحبوه قوي، رغم ان الفترة اللي جاية هيكون فيه خير ليكم، بس في كلام حلو هيتقال الفترة اللي جاية. وبلاش التخمين، بلاش تكونوا قاعدين في امان الله فتخمنوا فلان هيجي، تخمنوا حد هيتصل، دي حاجات بتأثر عليكم انتوا بعد كده، بتحسوا ان في حاجة غلط، بتحسوا ان في حاجة بتتقال غلط، ايه اللي بيحصل ده؟ فخلوا بالكم من النقطة دي. في كمان حد بيداوي المواضيع، يعني ممكن يكون عندكم حد كده بيعرف، شاطر جدا ان هو يداوي الجروح، شاطر، لسانه زي العسل او لسانها زي العسل، بتداوي الجروح، بتطفي الجرح، بتطلع منها كده زي الشعرة من العجينة، فخلوا بالكم من الناس اللي عندكم. ممكن كمان الست وبنتها دي تكون من جيرانكم او من ناس معينة عندكم. ممكن كمان الفترة اللي جاية دي هتقدموا على حاجة جديدة، والشخص اللي وجع قلبكم وغدركم وهجركم مرة واحدة من غير سبب ولا من غير اي مقدمات، هتجيلكم بشارة من ناحيته. او يا ريت تخلوا بالكم من المراقبة، العين القوية اللي عمالة تراقب فيكم على السوشيال ميديا. ممكن كمان البعض منكم يكون فيه بلوك اتعمل على السوشيال ميديا، او كنتوا في علاقة على السوشيال ميديا، في حاجة تخص التواصل الاجتماعي عندكم، او انتوا بتراقبوا حد او حد بيراقبكم. وخلوا بالكم انه في حد بيتجسس عليكم، بيتجسس عليكم في كل حاجة، مش حاجة معينة، في كل حاجة عايز بيتجسس عليكم، فخدوا حذركم من النقطة دي، وما تدوش فرصة انه حد يتجسس عليكم في اي حاجة. برضو بحس ان انتوا بتصحوا من النوم بتلاقوا بقع في جسمكم، في حاجات بتظهر عندكم في الجسم كده فجأة، لكن انتوا مش عارفين تعملوا ايه. البعض منكم ممكن يكون مظلوم من برج الجدي، متخان من برج الجدي او مظلوم من برج الجدي، في كلام، وبرضو حاسين بحيرة او حاسين بتعب، او حاسين ان انتوا ماشيين في طريق مسدود لوحدكم، ولا عارفين تطلعوا منه ولا عارفين تفسروه، رغم ان طاقتكم ايجابية. هتاخدوا خطوة حلوة في حياتكم بالاخص الفتره دي، وهيبقى في ارتياح كده، بص، احساس بالراحه الحلو. وخلوا بالكم كمان ان باذن الله الفتره اللي جايه دي هتكون هي فترتكم انتوا، ان تثبتوا وجودكم مع الاهل، مع اهلكم انتوا، هتثبتوا وجودكم وهتعملوا الحاجه اللي انتوا عايزينها. ليه؟ علشان الاهل ممكن يكونوا طماعين، ممكن يكونوا عندكم حد بيتدخل في حاجات ما تخصهوش، بس بيحبوا يتدخلوا. في ناس حشريه بتحب تحشر نفسها في حاجه ملهاش اي حاجه، فخلوا بالكم انتوا كمان. الشخص اللي انتوا حبيتوه واخلصتوا له، هو الشخص اللي جالكم منه الصدمه على الجرح، اتصدمتوا يعني اكتر صدمة من الشخص اللي كبرتوه على حسابكم وعلتوه وقفتوا معاه، ما جالكمش منه غير الصدمة العالية. في كمان هنا تفاصيل في مواضيع كتيرة جدا في حياتكم، المواضيع اللي عندكم دي هتفرحكم جسديا، يعني هتخلي كده قلبكم يدق من جديد، هيخلي كده قلبكم مبسوط قوي، وهتحسوا ان فعلا ربنا اظهر لكم الحقيقه في الوقت المناسب. بلاش الالم، بلاش الخسائر، بلاش قله الراحه في جسدكم، ارتاحوا وخدوا راحتكم وناموا كويس وكلوا كويس واهتموا بنفسكم وادخلوا في طاقات فيها نشاط، طاقات ايجابيه، ومفيش حاجه تستاهل دمعه من عينكم اللي نازله، يعني خلوا بالكم انتوا عندكم اخبار حلوه متعلقه بيكم انتوا شخصيا، الاخبار دي ممكن في نفس الوقت تمضي على عقد، انتوا في خبرين مستنيينهم بقدر المستطاع، الخبرين دول قاعدين على نار ومستنيينهم، مستنيين بقدر المستطاع الخبرين دول يجولك، علشان خاطر دول فعلا هيطلعوكم من طريق كبير في حياتكم. اليومين دول حرفيا انتوا حاسين نفسكم مسدودة، حابين العزل قوي، حرفيا عندكم طاقة احباط،
ليه؟ علشان قررتوا يا اما انتوا تنفصلوا، قررتوا ان انتوا تبعدوا، قررتوا ان انتوا خلاص قررتوا تعملوا حاجات كتيرة في حياتكم مختلفة. فعندكم اتخاذ قرار حاسم، عندكم قرار الحاسم ده متعلق بطرف تاني او متعلق بحاجة جديدة. خلوا بالكم كمان ان الفترة دي انتوا ممكن يعني هيكون في فك ازمة عندكم، بس بلاش توقعوا نفسكم في خطيئة، وبلاش توقعوا نفسكم في شك او في اي حاجة مسببة لكم ضغط. انتوا مشكلتكم ان انتوا لما بتشكوا في حاجة بتطلع صح، وعشان كده بتحاولوا بقدر المستطاع ما تشكوش في حاجة، عشان دايما شككم بيوصلكم للهدف، الشك بتاعكم بيخليكم هوخ على طول. فلو انتوا عندكم علاقة جديدة هتبدأ، فبلاش تكونوا مندفعين بسرعة، خدوا الامر بالراحة واهدوا كده شوية، وطمنوا الشريك ان انتوا واثقين فيه، علشان خاطر الشريك ما يحسش انه في حاجة غلط بتحصل. فخلوا بالكم، ولو عندكم احساس بالعزلة حاولوا تطلعوا منها. انتوا من طبعكم بتحبوا الهدوء، بتحبوا الحاجة الهادية، شخصيتكم هادية جدا، بس اهدوا هدوا اعصابكم شوية، بلاش ان انتوا تنفعلوا زيادة عن اللزوم. في كمان هنا بشرة، بشرة دي هتطلعكم لحاجة عالية، او ممكن كمان يكون في خروجة حلوة، هتطلعوا في مكان حلو، مكان جديد، هتعملوا حاجة جديدة، وبرضه هيكون من بعض منكم 99% وردة هتنور طريقه، او هتنور حياتك بالكامل، هتنور المواضيع اللي عندك، هتعمل لك كذا حاجة مختلفة. بس بلاش تكون متسرع في اي حاجة، بلاش التسرع حتى في اخذان قرار، عايز تاخد قرار، عايز تعمل اي حاجة بالهدوء. وعشان تبطلوا تحلموا الاحلام المزعجة، يبقى تعملوا حاجة بس، الرقية الشرعية او تحصين النفس قبل النوم، وما تناموش بقدر المستطاع على ظهركم، ولا تقفوا قدام المراية زيادة عن اللزوم. يا ريت تقفوا قدام المراية في وقت الاحتياج بس، مش محتاجين المراية فما تقفوش قدامها، وما تناموش على ظهركم. خلوا بالكم من المعلومات دي عشان خاطر لو عندكم قرين او عندكم اي مشكلة تخلوا بالكم من اي ضغط نفسي عليكم. دايما احساسكم العالي هو اللي بيوصلكم للي انتوا فيه، هو الاحساس العالي بتاعكم ده اللي بيخليكم تاخدوا القرار في اي حاجة، وثقتكم الزايدة او ثقتكم العالية بنفسكم دي بتخليكم ترسموا خطط. انتوا ممكن تكونوا قاعدين في امان الله، في ثانية كده تلاقوا دماغكم شبكة، تلاقوا دماغكم سنارة اترمت في البحر برمي الاحداث، بالمواضيع اللي عمالين تفكروا فيها. انتوا من الاشخاص اللي يتخاف منها في ايه؟ في التفكير. حطيتوا هدف، مفيش حاجة اسمها اتخلى عن الهدف، حطيتوا حاجة مفيش حاجة اني هسيب وابعد، ما شاء الله عليكم، بس حظكم وحش في اختيارات الاشخاص اللي بتدخل حياتكم، رغم ان انتوا بتختاروا حاجات حلوة، بس حظكم هو اللي واقف معاكم في العاطفة، هي العاطفة. العمل عندكم هيكون فيه امور حلوة وفي طاقات حلوة، حلوة جدا عندكم، بس تخلوا بالكم من عدم تدخل حد في حياتكم. والبعض منكم ان شاء الله باذن الله هيكون في قعدة عتاب بينكم وبين الشريك، او قعدة صلح، او كل واحد هيقول اللي عنده. خلوا بالكم من النقطة دي، ولو انتوا بتعانوا من ديون عليكم، باذن الله ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا مع بداية ان شاء الله الفترة اللي جاية هتبدأوا مع واحدة واحدة المشروع اللي انتوا شغالين فيه هيكبر، منها هتاخدوا جزء، هتسدوا الدين، هتبدأوا تصلحوا حاجة في بيتكم، هتبدأوا تعملوا حاجة جديدة، هتبدأوا تظبطوا انتوا حاجة في نفسكم، في فلوس جاية لكم مع رزق واسع. الرزق الواسع ده هو اللي هيخليكم تقفوا على الارض الصلبة، انتوا ثقتكم بنفسكم بتزيد، فما تخلوش اي حد يهز الثقة دي. معروفين عنكم ان انتوا ناس محدش يعرف حتى يقول لها ايه، فان شاء الله باذن الله حياتكم هتكون مليئة باخبار حلوة، وصحيا هتكون احسن الفترة دي، عشان هتبدأوا بقى تتابعوا نظام غذائي، تبدأوا تشوفوا ايه اللي ناقصكم في صحتكم وتشتغلوا عليه، ففي تطورات حلوة جديدة بحياتكم او مؤشرات خير ان شاء الله باذن الله. الفترة اللي جاية دي حرفيا هتكون فترتكم انتوا، وخلوا بالكم من يوم هتصحوا فيه مبسوطين، وتحسوا انتوا عايزين تشغلوا اغاني، تعملوا حاجات بتحبوها.